السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ازيك يا مودي؟ ازيك يا محمد؟ النهاردة احنا عند حديقة غزالة وهنوريكم فيديو ممتاز، بس هنخلي ام محمد هي اللي هتصوره علشان خاطر في طبعا بيبقى بنات جوه وكتير، فمحدش يفتكر ان انا بصوره، ودي مشكلتي انا بقى في الاماكن ديت، فممكن تلاقوا المكان يعني ايه ما بتكلمش فيه كتير لان هي اللي بتصور مش انا. طبعا بنوريكم اهو حديقه غزاله، التذكره ب 5 جنيه واي لعبه جوه ب 10 جنيه وفي زلابيه جوه الطبق ب 5، اسعار مناسبه جدا وفي حيوانات وفي العاب، في حاجات ممتازه جدا 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 جدا. فتعالوا نشوف يلا الفيديو وخليكم معانا، وما تنسوش تدوا لنا اللايك والشير وتقولوا لنا رايكم ايه في التعليقات، ولو عايزيننا نروح اي مكان تاني قولوا لنا عليه واحنا نروح ان شاء الله ونصوره لكم. ان شاء الله يكون محتوى حلو ويعجبكم، ما تنسوش بقى ايه لايك وشير، يلا خليكم معايا. يا مودي اطلع العب معاك. دي بتاعت الاطفال. ما عادي، ايه المشكله؟ انت لعبت هنا، انا العب هنا وانت تلعب هنا. ماشي، وريني بقى تعمل ايه. تعرف تشقلب؟ ها تعرف تشقلب؟ ايوه يا عم. ماشي ماشي، ما شاء الله المكان روعة وتحفة ومن أروع مما يكون. طبعا حديقة غزالة هنا ما شاء الله عليها دخول بخمسة جنيه، حاجة روعة وممتازة، سعرها ممتاز وفيها أعداد جميلة وفيها هنا حيوانات تحفة، هنوري لكم كل حاجة وإحنا ماشيين. نوري لكم كل حاجة واحنا ماشيين، وفي هنا زلابية ما شاء الله، طبق زلابية بخمسة جنيه وفي طبق بعشرة، ممتازين بصراحة، أسعار ممتازة. ما شاء الله المكان روعة، مش محتاج كلام. نعم يا بابا، هو بسيط اهو حبيب، ما شاء الله هنا. نعم هو انا معاك اهو. ايه جايه؟ يلا العب، يلا انت يلا روح العب انت. يلا ايه بتعمل حاجه وغير؟ يلا طبعا انا هنا ما خليت ام محمد هي اللي تصور عشان المكان هنا فيه حريم، وانا بحاول ان انا اتغاضى عن ان انا اصور في اي مكان زي ده. فطبعا انا برضو هنقدم لكم برضو منه محتوى بحيث ان احنا نعرفكم كل حاجه عنه، ايه هي ماشيه ازاي، وان شاء الله تعجبكم وتستمتعوا بيها ان شاء الله. المكان روعة وتحفة وانا انصحكم تجوه، وما تنسوناش بقى في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس وتدعوا اصدقائكم للقناة علشان يوصل لكم كل جديد ومميز عن محافظة مطروح او اي مكان تاني داخل الجمهورية. ايه الاخبار؟ مودي سيب نفسك، سيب نفسك. مودي لسه أول مرة يعملها. كل زلابية 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 زلابية. أنا أول مرة يطلعها. أيوه أول مرة يلعبها. زي الزحليقة عادي. ايه يا مودي يلا بقى ورينا بقى. ها ايه يا عم بتوقع ليه؟ يلا يلا ورينا. مرة يقف دلوقتي. يلا بقى إيه انت هتعمل سوبر مان ولا ايه؟
حلوه يا مودي؟ ها؟ حديقه غزاله هنا روعه. الدخول ما شاء الله، الدخول بخمسه جنيه وللفرد، وفي بصراحه حاجات جميله، شويه العاب وشويه ايه حاجات كده حلوه. الطبق الزلابيه ده بخمسه جنيه، في طبق بعشرة اكبر منه بشويه. اسعار هنا ما شاء الله ممتازه جميله مناسبه جدا. طبعا المكان جنب مبنى المحافظه على طول على الكورنيش. ايه يا مودي؟ والميه هنا قفلت؟ اسمك ايه؟ محمد تعالى، محمد
وهنا ده بتبقى سينما، بس لما الدنيا بقى بتصيف اكتر من كده. وادي الغزالة عشان تكون حديقة الغزالة. نعم قاعد زعلان. هنا ايه؟ هنا نسناس بس مش موجود دلوقتي، نايم بقى مش موجود خالص. هو هو هنا البيت بتاعه. هنا ايه؟ هنا عصافير. هي جوه اهي. قاعدة صغنونة فوق. وهنا ايه ده؟ الله، كله نايم يا عيني. اتنين حاضنين بعض ونايمين، اتنين ناسيين كده عسل. وده بيت ايه ده؟ هنا بقى بداية البوابة، جنبيها على طول الألعاب. Thank you.
ده فتحي. نشوفكم في فيديو جديد من مكان جديد، مع السلامة.